قال الإسباني خوان ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري أنه كان على علم بنقاط ضعف مصر المقاصة الذي يقدم موسما رائعا وينافس على لقب الدوري، مؤكدا أن فريقه كان في قمة التركيز لبلوغ الفوز، وتمنى أن يؤدي الاتحاد بنفس الشكل فيما تبقى من عمر الدوري. عارفين بشكل كويس قوي نادي المقاصة، عارفين فريق بيلعب كرة بشكل كبير وشكل جيد في الدوري المصري ودايما بيحبوا الكرة الهجومية. أنا بهنئ الكابتن إيهاب جلال لأنه فعلا من أفضل الفرق بتأدي كرة في الدوري المصري على الإطلاق. Pero bueno, la verdad que nosotros veníamos aquí a ganar el partido desde nuestra idea y sabiendo cuáles son sus debilidades. ولكن احنا جينا علشان بهدف واحد ان احنا نكسب المباراه، وكنا عارفين بعض نقاط الضعف في الفريق كالعاده كزي كل المدربين. Yo creo que el equipo ha estado muy mentalizado y sabiendo lo que había que hacer en cada momento. النادي الاتحاد او الفريق نادي الاتحاد كان جاي مركز وكان عارف ان احنا هنعمل ايه كل فتره من فترات المباراه. Y la verdad que ha sido un resultado muy contundente, ¿no? No, yo creo que ningún equipo ha dado este rendimiento contra el Macasa. هون اللاعبين على النتيجة الكبيرة اللي احنا عملناها، واعتقد ما فيش فرق في الدوري كسبت المقاصة بهذا الشكل. Y bueno, hay que darle felicitar a nuestros jugadores porque han hecho lo que realmente había que hacer y felicitarlos por ese trabajo y ese rendimiento. Ojalá que siga así los cinco partidos que quedan, que es lo que queremos, ¿no? بهني لاعبي نادي الاتحاد جميعا على الأداء، وأتمنى إن احنا نعمل الخمس مباريات الباقية في الدوري بهذا الشكل.